انت فين يا احمد؟ انا موجود اهو يا اخ عمر. خير؟ عايزني بحاجه تانية يا دكتور؟ لا 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 متشكر قوي يا عم الشناوي، بس زي ما فهمتك الله يكرمك. ان شاء الله. متشكر قوي. انا نازل كده. خير يا عمر؟ خيرا ان شاء الله. الاخ ابراهيم يريدك لكي تنضم الى حائط الصد. حائط الصد؟ حائط الصد بتاع ايه ده؟ الاخوه يصنعون باجسادهم حائطا للصد لمنع وصول موكب الرذيله الى القاعه. شيوعيين برضه؟ اللجنه الفنيه يصطحبون موكبا للفسق والفجور. يعني ايه بقى فسق وفجور؟ ما انا عايز افهم برضه يا شيخ. بند غربي وروايه تمثيليه لكاتب غربي هو احد اقطاب الشيوعيه اسمه بريخت. بريخت؟ طب يلا سلام عليكم يا عمر. الى اين يا اخ احمد؟ انا اصل الموضوع ده مش 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 يعني مش راكب دماغي، وانا عندي حاجات عايز اخلصها. انا موجود هنا من اجلك. الاخ ابراهيم عرض وجودك وانا رفضت. وليه رفضت؟ وليه تعرض وجودي؟ لكي تنال شرف مواجهه الاثم والعدوان. عدوان؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ده احنا ما كناش بنتكلم كده على اسرائيل. والمواجهه دي بقى هتتم ازاي ان شاء الله؟ بالقوه. القوه دي في الشوم والسنج والجنازير؟ من الكفر ان نستهلك رؤوسنا والسنتنا في حوار مع الكفار. هم نرفع عليهم الشوم. وان لازم الامر سيوف. مع ان الراجل اللي اسمه بريخت ده لا رفع على سيف ولا مطوه ولا شومه، وصل لعقول الطلبه بافكاره، انما احنا بقى للاسف الشديد مساكين رفعنا عقولنا وحطينا بدلهم شويه سنج وجنازير ومسامير. العين بالعين والسن بالسن والبادئ اصلا. انت تعرف اصل القول ده ايه يا اخ ابراهيم؟ هل فيكم من يعرف اصلا لهذا القول ام انكم تتبعون اميركم تاخذون الزبده وتتركون الماء؟ أصل هذا القول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم قيل في العهد القديم في التوراة، وفي العهد الجديد في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. وأنا متهيألي ده منتهي التسامح. أما في القرآن الكريم قال المولى عز وجل: والجروح قصاص وإن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. لا تقوى في مخاطبة الشيطان. يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحصن بالقرآن، لن يمسسك ضر. لم نسمع في القرآن وفي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا أو سنج أو شوما في وجه اليهودي الذي كان يلقي عليه الأذى أمام بيته. بالعكس، لما غاب اليهودي عنه يوما ذهب ليسأل عنه، فعلم أنه مريض فذهب لزيارته. يعني ايه؟ يعني نتعلم، يعني نتكلم معاهم بالعقل ونخاطبهم لو كان عندنا عقل. والعقل بيقول ايه يا اخ احمد؟ خلينا نستمع اليه يا اخ ابراهيم، يمكن يكون عنده حل افضل من المواجهات الدميه. ماشي، قول لنا العقل بيقول ايه يا من تحتكم للعقل. ماذا يقول العقل؟ سؤال رائع، بارك الله. العقل يقول أن الحل في القرآن، ملاذنا وخلاصنا في القرآن بإذن الله. يعني خلاص هم لو دراعنا وعملوا اللي هم عاوزينه. يا جماعة احنا لازم نحترم نفسنا ونروح على بيوتنا. احنا مفيش حد يقدر يلوي دراعنا، والحفلة دي هتتعمل. يعني هتتعمل؟ انا ساعدت الموضوع لأعلى سلطة في الكلية، وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. مفيش حاجة هتحصل يا أمل، اللي حصل حصل وخلاص، واحنا بنحملك مسؤولية إلغاء الحفلة باعتبارك أمينة اللجنة الفنية. وأنا قد المسؤولية، وهتشوف إن الحفلة هتتعمل. يعني هتتعمل؟ وهتشوفي إيه اللي هيحصل، بس لازم يبقى عندك الشجاعة الأدبية وتنسحب من الاتحاد كله لو الحفلة دي ما اتعملتش. يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، عايزين نهدى شوية ونركز وما نوترهاش، عايزين نعرف احنا هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها. أمل، أنا لو ما غنيتش النهاردة مش عارفة ممكن يجرى لي ايه. يا جماعة اللي مستنيه اليوم ده من أول السنة. يا حنان ما تقلقيش. على فكرة يا حنان، هتغني يعني هتغني بالذوق بالعافية، هتغني عشان نعرفهم ان احنا ممكن نستعمل الاساليب بتاعتهم واكتر كمان لو ما عملوهاش. من فضلك يا عادل، انا مش عايزه اسمع سيره لا عنف ولا قوه. يا جماعه احنا فنانين مش همج. ميرسي يا دكتور ان حضرتك جيت. هما فين يا امل؟ جوه في المسرح. بيعملوا ايه؟ ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض.
هنعمل ايه يا دكتور؟ انا شايف انه طبيعي انكم تستنوا لغايه ما هم يخلصوا. يا دكتور ده بيقرا سوره البقره. يعني عقبال ما يخلصوها هيكون النهار طلع. مش بعيد كمان يختموا القران. على فكره احنا لازم نقتحم المسرح. بس يا ابني انت بلاش كلام فارغ. تقتحم المسرح يعني ايه؟ اولا القران له قدسيته واحترامه، لازم تفهم كده. انا اسف يا دكتور. يعني ايه يا دكتور؟ الحفله هتتلغي؟ انا شايف يا امل اي حل تاني معناه ان ممكن تحصل مجزره هنا في الجامعه. يعني انا مش هغني؟ انا عارفه ان حظي متنايل بنيله. انا قلت لكم من الاول نحترم نفسنا ونروح بيوتنا. مفيش حد هيروح والحفله هتتعمل. هم يقروا القران جوه واحنا نعمل الحفله هنا، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه. يا شيخه ارحمينا بلاش تحريم بقى، دي باين عليها اتجننت. على فكره يا جدعان والله العظيم ما ينفع اللي انتوا بتعملوه ده. يا امل بارك الله فيكم. وقبل ما نروح نصلي صلاه الفجر جماعه ان شاء الله ونروح، انا احب اشكر الاخ احمد توفيق على الملأ وفي وجودكم. العفو 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 يا شيخ ابراهيم. لا شكرا على واجب. وواجب يا اخوان ان نحكم صوت العقل ونفكر الف مره بدل من تغيير المنكر بايدينا. طيب يا اخواني بعد اذنكم، يعني انا عايز اذكركم بان عدم اقامه الحفله النهارده ده مش معناه ان هم مش هيفكروا في اقامه حفله تانية، ولذلك انا بستاذنكم يعني في لقاء بسيط مع الاخت امل امينه اللجنه الفنيه لمحاوله اثناءها عن اقامه الحفله في اي وقت تاني. لا يجوز التحدث الى السافرات، فلنكلف احدى اخواتنا بهذه المهمه. يا اخ ابراهيم الضرورات تبيح المحظورات، واعتقد انه لدي من الحجه لاقناعها بما نريد. وانا مع الاخ احمد يا اخ ابراهيم، وواثق انه سينجح في مهمته. ولا قدر الله اذا فشل في مهمته. بشروا ولا تنفروا، لا اله الا الله. لو لا قدر الله ده حصل وانا فشلت في مهمتي، نقدم ساعتها مرشح من الاخوان يمسك اللجنه الفنيه، وساعتها نبقى على رأس هذه اللجنة، يعني نقدر نمنع أي حفلة في أي وقت. الله 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 على الشياكة والأناقة والجمال، مبروك يا حبشتي. بجد يا أحمد جميلة؟ آه طبعًا، لو مش مصدق أبص في المراية. يا جماعة مين اللي في المراية ده؟ أنا مش مصدق. أنت يا حموش، أنت يا حبيبي، ألف مبروك عليك. ربنا يخليك. خلاص بقى هتعمل إيه؟ خليها عليك كده، خليك لابسها حبيبي. حول عوض، يعني البدلة دي بقت بتاعتي. آه أمال إيه؟ طبعًا. حلو قوي حلو قوي، ربنا يخليكوا ليا يا رب، ربنا يخليكوا ليا. ايوه اتنفش اتنفش في خليك على مستوى البدله. بمناسبه بقى البدله والنفشه، من هنا ورايح مالكش غيرها يا حبيبي، لا هتتكلم ولا هتسمع، انت اخرس. اخرس ازاي؟ مش فاهم. شفت بقى اديك بتتكلم، اهو في اخرس بيتكلم. ماشي يا سيدي اخرس اخرس بس افهم. الله، هو مش قالك ما تتكلمش؟ انت اخرس وما بتسمعش كمان. ايه طب اخرس ماشي بس ما بسمعش، دي ازاي؟ يا عمي بص يا واد، اللي عايز تفهم يا حبش يا فهيمة. يلا يا عمي يلا. يا بهالك 8000 جنيه بالتمام والكمال يا حاج. تمام. ولا مسعد خد يا دخل فلوس دي جوه وجهز البضاعه بتاعت الدكتور. هو ده الشغل، تجيب فلوس تاخد بضاعه، ما تجيبش فلوس ما تاخدش بضاعه وتروح عليك الفلوس يا حيل. عسل الحاج. بس هو وانت السادة بقى يا حاج، يعني بعد كده هنجيب فلوس ومش هناخد بضاعة. لا ومش اي فلوس، دي فلوس كتير قوي كمان. لا 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 بقى كده انا مش فاهم حاجة، ما تفهموني يا بهوات بالراحة، يعني ايه تجيبوا فلوس وما تاخدوش بضاعة؟ انا هفهمك يا حاج، ده لان الفلوس اللي جاية انت لا هتشوفها ولا هتهوب ناحيتك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه شايفه. ماله ده راجل زي الفل. الراجل اللي هناك ده بعيد عنك، يعني اخرس لا بيسمع ولا بيتكلم، وبعيد عنك برضه ورث ورث كبير قوي عن ابوه الباشا، وبعيد عنك طلع جدع ادانا ال 8000 جنيه واتفقنا معاه بعيد عنك ان احنا هناخد كل فلوسه واملاكه عشان نشغلهم له، وبعيد عنك برضه اتفقنا ان احنا نشفط نص بضاعه بورسعيد وننزلها مصر، وهنبطرك يا مصر ببضاعه من بورسعيد، بس طبعا مش هناخدها منك يا حاج، هناخدها من الحاج قادر رشوان، الراجل الكامل من الكوامل اللي يعرفوا فعلا يعاملوا الناس ازاي. رشوان ده ايه؟ يعني انا ما بفهمش في الناس؟ يا باشا يا باشا اتفضل تعالى نورنا. بس بقول لك ما بيسمعش انت فاضي. كراسي يا مسعد بسرعه. اهلا اهلا اهلا، اتفضل اتفضل.
اهدى بس يا دكتور شويه كده، اهدى والنبي كده وفهمني ايه اللي بيحصل. يا سيدي انا لا ههدى ولا هتكلم ولا عايز اتكلم. لا اله الا الله، انت رزقك معانا خلص، افهم بقى يا راجل. تف من بوقك، طب عليا الطلاق بالثلاثه؟ ما انت متعامل مع حد في بورسعيد غير. تصدق بقى يا حاج انك هتطلق لاني مش هتعامل معاك تاني. الله، خلاص بقى يا دكتور، ريح بقى واهدى كده. الراجل حلف بالطلاق، مش عايزين نخرب عليه. شوف ايه اللي يريحك يا دكتور وانا اعملهولك. واذا كنت يا سيدي زعلان من اللي حصل، ادي راسك ابوسها يا سيدي. لا 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 لا، الله يبارك لك، الله يبارك لك. لا راسي ولا ايدي، لا راسي ولا ايدي، الله يخليك. حاضر، انا علشان خاطر محمد وعلشان خاطر الراجل الجميل ده انا هشتغل معاك تاني، بس بشروط. اشرط يا سيدي، ولو فتحت حاجه بكلمه ابقى اديني بالجزمه اللي في رجلك. لا يا سيدي، العفو العفو. طيب احنا هنبدا الشغل مع بعض بطلبيه صغيره كده بقد 100,000 جنيه. هنجيب لك 50,000 جنيه وناخد الطلبيه مومية. يعني تاخده بضاعه ب 100 وتدفعوا 50؟ الله، انت مش قلت مش هتتكلم؟ تصدق انت كان عندك حق، الراجل ده مش مظبوط. يلا بينا يا جماعه. خلاص خلاص، بس عودوا يا بهوات. كمل يا دكتور. انت كده هيبقى لك عندنا 50، هتفضل ال 50 دي معانا لحد ما نتصرف في البضاعه ونجيب لك 100 وناخد بضاعه ب 100. يبقى في 50 رايحين جايين بينا وبينك كده طول ما احنا شغالين مع بعض. وانا موافق. يلا نقرا الفتح. لا قبل الفتح، احنا لازم نقفل على الحساب القديم ولازم نقفل الصفحة اللي فاتت. ما قفلناها يا دكتور، والواد بيجهز لك البضاعة جوه اهو كله تمام. لا مش كله تمام يا حاج، انت لازم تتغرم عشان اللي عملته معانا المرة اللي فاتت ما يتكررش. واتغرم ليه؟ الله، احنا قلنا ايه؟ خلاص اللي تشوفوه يا سيدي. هتتغرم 2000 جنيه يا حاج. 2000 جنيه مرة واحدة يا دكتور؟ اتكلم اتكلم اتكلم، انا قلت يلا بينا. خلاص خلاص، والنبي تقعدوا. جد يا مسعد، هات 2000 جنيه من عندك. 2000 جنيه دي فلوس. قرب قرب.